بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي بالحي السابع، قال: واستغنى المصنف بما سيأتي من اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام عما زاده بعضهم في التعريف ورجحه القاضي أبو بكر والصفي الهندي وغيرهما من كون الاستثناء والمستثنى منه من متكلم واحد، أو من كون الاستثناء من مبلغ ذلك المتكلم، إذ ليس المراد به يعني باتصال الاستثناء مجرد اتصال زمانهما، بل الارتباط، وكذلك تشترط نيته قبل فراغ المستثنى منه كما سيأتي. طيب، هنا بيتكلم على شروط الاستثناء التي تفيد التخصيص، شروط الاستثناء الذي يفيد التخصيص. فذكر أن المصنف ذكر بعد ذلك شرطا وهو اتصال المستثنى بالمستثنى منه، وهذا الاتصال يفهم منه أنه لا بد من اتحاد المتكلم بالاستثناء. فالمصنف أعطى جملة، هذه الجملة تفيد أنه لا بد أن يكون المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه شخص واحد، ألا وهو أنه يشترط أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. فالمصنف شرط شرطا وهو أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه عند قوله: ومن شرطه أن يكون متصلا، يعني ومن شرط الاستثناء أن يكون متصلا، يعني أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. يفهم من هذا أنه لا بد أن يكون المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه شخص واحد لا شخصين، لأن المراد من الاتصال الارتباط. يعني ما هو المراد باتصال المستثنى بالمستثنى منه؟ يعني أن يرتبط المستثنى بالمستثنى منه بحيث يعدان جملة واحدة، ولا يعدان جملة واحدة إلا إذا كان المتكلم بهما شخص واحد. واستغنى المصنف بما سيأتي، اللي هو يا مشايخ ما سيأتي، ومن شرطه أن يكون متصلا. تكتب كده الذي سيأتي، لو عايز تكتب بقى حاجة كده يعني وانت بتذاكر تفيدك، لأن أنا بذاكر معاك الكتاب، انت بتذاكر وأنا بذاكر، مع أن أنا ذاكرت الكتاب ده 50,000 مرة، خليها 51. واستغنى المصنف بما سيأتي، ما سيأتي يقصد به، اكتب كده، يقصد بما سيأتي قول المصنف ومن شرطه أن يكون متصلا، حيث يفهم هذا الشرط أنه لا بد من أن يكون الكلام من متكلم واحد، يعني الكلام بالمستثنى والمستثنى منه صادر من كلام واحد، لأنه أراد بالاتصال الارتباط، ارتباط الكلام بعضه مع بعض بحيث يعني يضم هذا إلى هذا فيصدق عليهما كلام واحد. فلو واحد مثلا قال: قام القوم، والآخر قال: إلا زيدا، لما كان ذلك استثناء. لماذا؟ لأنه ليس صادر من متكلم واحد، بل هو صادر من متكلمين، أحدهما قال قام والآخر قال إلا زيد، فهذا لا يعد استثناء،
حتى ولو اتفق الشخصان على أن يتناول أحدهما جزء من الكلام، يتناول أحدهما جزءا من الكلام والآخر يقول باقي الكلام. أنا هقول مثلا قام، هتفق أنا والساقي أننا أقول مثلا قام وهو يقول إلا زيد، هل هذا يكون استثناء؟ ليس باستثناء، لأن الكلام لم يرتبط بعضه ببعض، وإنما بعض الناس قال شيئا والآخر قال شيئا آخر لا ارتباط بينهما. قال: واستغنى المصنف بما سيأتي من اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام عما زاده بعضهم. بعضهم قال: لا، احنا هنضيف مع شرط الاتصال أن يكون من متكلم واحد. فناقشه إمام الحرمين وقال له: ما ذكرناه من قوله يشترط اتصال الاستثناء يغني عن قولك لا بد أن يكون من متكلم واحد. فسألوا إمام الحرمين، كأن حوار دار بينهما، يعني من متكلم واحد يغني عنها الاستثناء قولك يشترط أن يكون متصلا؟ قال: نعم. قال: من أين أتيت بهذا؟ قال: لأني أردت بالاتصال هو الارتباط، اتصال ارتباط الكلام بعضه ببعض بحيث يكون يعني صادر من متكلم واحد، ده معنى الارتباط، معنى الاتصال. قال: واستغنى المصنف بما سيأتي من اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام عما زاده بعضهم في التعريف، ورجحه القاضي أبو بكر والصفي الهندي وغيرهما، من كون الاستثناء، يقصد هنا بالاستثناء يعني المستثنى، أطلق الاستثناء وأراد به المستثنى، والمستثنى منه من يعني حاصل، حاصلا من متكلم واحد، والمتكلم الواحد إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما، إما أن يكون المتكلم واحدا حقيقة وإما أن يكون المتكلم واحدا حكما. حقيقة فيما إذا كان المستثنى والمستثنى منه صادر من الله سبحانه وتعالى، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. المستثنى والمستثنى منه صادر من متكلم واحد وهو الله. الله تكلم بالقرآن ثم استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فور سماعه وفور وروده إليه، فهذا أيضا يكون متصلا لأن المتكلم بالاستثناء هو رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله، وما يقوله رسول الله إن هو إلا وحي كوحي القرآن. فالاتصال إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما، يبقى من متكلم واحد حقيقة أو من متكلم واحد حكما. من كون الاستثناء والمستثنى منه من متكلم واحد، إما حقيقة كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الناطق بالمستثنى والمستثنى منه هو الله في القرآن. طيب، ورد اقتلوا المشركين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلا أهل الذمة، يبقى ده صادر من متكلم واحد أم لا؟ صادر من متكلم واحد ولكن حكما، بمعنى إن سيدنا رسول الله مبلغ عن الله، فإن هو إلا وحي يوحى. أو كون الاستثناء، استثناء يقصد به المستثنى اللي هو إلا، من مبلغ عن ذلك المتكلم، إذ ليس المراد به مجرد اتصال زمنيهما، إذ ليس المراد من الاتصال مجرد اتصال الزمن، إن يكون يعني لا
مهلة بين المستثنى والمستثنى منه، بل المراد الارتباط، بحيث إذا تكلم به قيل بأن الذي تكلم به شخص واحد. قال: إذ ليس المراد به مجرد اتصال الزمن، بمعنى عدم وجود مهلة ما بين الطرفين المستثنى والمستثنى منه، بل المراد الارتباط، يعني بحيث يطلق عليهما كلام واحد، وأحدهما يقول قام والآخر يقوم إلا زيد، يبقى ده ما يسماش أصلا كلام. وكذلك تشترط نيته قبل الفراغ، يعني تشترط نية الاستثناء قبل أن يفرغ المتكلم من المستثنى منه كما سيأتي. يعني مش أول ما تقول قام القوم إلا زيدا بعد كده تقول قام القوم، لابد قبل أن تنتهي من كلمة القوم أن تكون ناويا للاستثناء. على سبيل المثال، هذا يؤثر معنا في إيه؟ يؤثر معنا في الطلاق. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، ثم بعد ما قال ثلاثا بدا له أن يقول إلا اثنتين، بعد ما قال ثلاثا وفرغ من المستثنى منه بدا له أن يقول إلا اثنتين، إلا واحدة، فهل يعتبر ذلك؟ قيل لا، لأنه لم ينوي قبل فراغ المستثنى منه. أهم شيء أن يكون ناويا للاستثناء قبل فراغ المستثنى منه، بمعنى ممكن يبقى أنت طالق وتوجد النية عند ثلاء وتغرب، يبقى يطلق على هذا أنه نوى الاستثناء قبل فراغ المستثنى منه، أو توجد النية عند ثلاء ثن يكفي. أهم شيء ألا يفرغ من المستثنى منه حتى تكون النية قد وجدت وحصلت في قلبه. قال كما سيأتي. طيب، قال ابن العراقي على مسألة الاتصال النية، ابن العراقي اللي هو الولي العراقي، اتفق الذاهبون إلى اشتراط اتصاله، إلى اشتراط اتصال المستثناء بعض مع بعض، لأن هيجي بعد كده مذهب ابن عباس ومذهب سعيد بن جبير ومذهب فلان وفلان أجازوا في عدم الاتصال، ولذلك قال الإمام الرملي في هذا: وهذه مذاهب يعني شاذة لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها. قال: اتفق الذاهبون إلى اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى منه إلى أنه لا بد أن ينوي في الكلام، فلو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به. فلو قال أنت طالق ثلاثا وبعدها بلحظة ده أنا طلقت إلا ثنتين، لا يعتد بهذا، لأنه لم ينوي الاستثناء قبل فراغ المستثنى منه. فلو قال إلا ثنتين، إلا واحدة، ونوى عند قوله إلا، لا يعتد بما قال. يبقى أنت كده إيه؟ يبقى أنت كده بتلعب. وقيل يعتبر وجود النية في أول الكلام، ده رأي آخر، هو أنه لابد أن ينوي أول الكلام أنت، ينوي مع أنت أن يستثني من هذا العدد الذي أتى به. قال: وقيل يعتبر في أول الكلام، وقيل يكفي وجودها قبل فراغه، وهذا الذي قدمنا به الكلام، وهذا هو المعتمد، هو أنه ينبغي عليه أن ينوي قبل أن يفرغ من المستثنى منه. وإنما يصح الاستثناء
بشرطي. كل هذا بنتكلم على الاستثناء الذي يخصص العام أو الذي يخرج من العدد، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو كان أقل ما قيل. فأنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، يبقى هيبقى له كام؟ ثلاثة متشال منهم اثنين، يبقى له واحد إلا واحدة، ثلاثة أخرجنا منهم واحدة، يبقى له اثنين وإن قل. وهذه غاية للرد على من قال بخلاف هذا المذهب، لأن الحنابل اختلفوا معنا في هذا، وقيل لا يصح استثناء الأكثر أهو، واستثناء النصف وإن قل غاية للتعميم وللرد على من قال بخلاف هذا، نحو قوله له علي عشرة إلا تسعة. اللي باقي بعد الاستثناء قد ايه؟ العشرة دي مستثنى منها، أخذنا منها وأخرجنا منها تسعة، كم بقي من العشرة؟ واحد، وهذا الواحد أقل ما يطلق عليه عدد صحيح إلا عشرة ونص. ينفع؟ صح كده، يبقى أنت فايق يا ساقي، ولك عندي هدية واحدة من اللي أنت بتديهم لي دول. يبقى له علي عشرة إلا تسعة، هذا الاستثناء صحيح، والباقي بعد الإخراج واحد. وأما من قال بأنه لابد أن يكون الباقي أكثر من المخرج فيقول هذا الاستثناء غير صحيح. وعلى هذا، وهو أنه يشترط أن يبقى بعد الاستثناء شيء ولو كان قليلا، فلا يصح المستغرق، يعني فلا يصح الاستثناء المستغرق. استغرق يعني إيه؟ يعني أنه استثنى الكل من الكل. يقول مثلا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، قالوا هذا الاستثناء لا يصح. وعلى هذا فهذه المرأة طلقت منه ثلاثا، لماذا؟ لأن هذا الاستثناء مستغرق، والمستغرق باطل، فتطلق منه المرأة ثلاثا. قال بأن يستغرق، الباء هنا لتصوير الاستغراق، بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه، بمعنى المستثنى منه يكون كم والكم الآخر يساويه، ثلاث إلا ثلاث، الثلاثة المستثنى منه ساوت المستثنى. نحو له علي عشرة إلا عشرة، له علي عشرة جنيهات أو عشرة رنجت، إلا عشرة رنجت. نحو له علي عشرة إلا عشرة، خلافا لشذوذ. شذوذ يعني لقوم شذوا وخالفوا الإجماع. وسواء كان ذلك في العدد وغيره، يعني سواء كان يعني الاستغراق حاصل في العدد أو كان حاصل في غير العدد، مثل أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، لأن الاستثناء من أنواع التخصيص، فكما لا يجوز أن يرفع التخصيص الكل، لا يجوز للاستثناء كذلك أن يرفع الكل،
مش احنا بنقول يجوز تخصيص العام ولكن بشرط ان يبقى من العام يعني اقل القليل. فكذلك الاستثناء. قال بعد ذلك: والا، يعني وان لم نقل ببقاء شيء، والا يعني وان لم نقل ببقاء شيء بعد الاستثناء لا لزم التناقض لتوارد النفي والاثبات على شيء واحد. لازم التناقض. يعني ايه التناقض؟ يعني اولا اثبتنا الكل ثم بعد ذلك في نفس الكلام رفعنا الكل، وهذا تناقض. جاء زيد، لا لا لم يأتي زيد، أليس هذا تناقض؟ أن تثبت كل المسمى ثم بعد ذلك في نفس الكلام ترفع كل المسمى. ما الفائدة حينئذ من هذا الكلام؟ أنت في بداية الكلام قلت له علي 10، فقلت يعني 10 ثابتة كاملة في ذمتي، ثم قلت بعد ذلك إلا 10، يعني إيه؟ يعني ليس له علي شيء. له علي 10؟ لا، ليس له علي 10. هذا هو عين التناقض. عين التناقض يعني ايه؟ توارد النفي والإثبات على شيء واحد من جهة واحدة. كأنك تقول 10 ثابتة، 10 منفية، أليس هذا هو عين التناقض؟ بلى. قال لتناقض، لزم التناقض لتوارد النفي والإثبات فيه على شيء واحد. ومحل هذا يعني محل بطلان الاستغراق ما لم يعقبه، يعني ما لم يأتي المتكلم باستثناء آخر. ما لم يعقبه استثناء بعضه، يأتي باستثناء بعض. له علي 10، إلا 10 إلا 3، بس صححنا الجملة ورفعنا التناقض. قال وإلا، قال ومحل هذا ما لم يعقبه استثناء بعضه، وإلا كعشرة، يعني سورة التعقيب بقى، أنه له علي 10، إلا 10، إلا 3. عندكم وإلا هي أصلها كقوله، ومحل هذا ما لم يعقبه استثناء، استثناء بعضه، وإلا كعشرة، إلا 10، وإلا يعني، وإلا يعني بأن عقبه باستثناء آخر، يقصد هنا وإلا يعني بأن عقبه باستثناء آخر. وإلا يعني إيه؟ يعني وإلا يعني وإن عقبه باستثناء آخر. مثل إيه؟ قالوا مثل له علي 10، إلا 10، إلا 3. هيبقى له كام؟ قالوا هيبقى له، ده فيها ثلاث مذاهب مش مرة واحدة كده، في ايه؟ فيها ثلاث مذاهب، صح؟ حضرتها معانا دي انت، فيها ثلاث مذاهب. الأولى ثلاثة، له علي 10، إلا 10، إلا 3. يعني ايه؟ قال لأني له علي 10 إلا 10، الاتنين بطلوا فارتفعوا وبقيت الثلاثة. وبعضهم قال لا، له علي 10 إلا 10 إلا 3 يبقى لي 10. قلنا له ازاي؟ قال لأنه له علي 10 إلا 10، هذه هي التي حصل بها الفساد فتفسد. طيب وإذا فسدت هنعمل إيه في الثلاثة؟ قال الثلاثة مبنية على العشرة المبطلة فتبطل معها. ويكون لي كام؟
يكون لي 10. ما انا قلت له علي 10 الا 10 الا 3. البطلان بما حصل، حصل بعشرة الثانية. فالعشرة الثانية التي أبطلت الكلام فتبطل، ويبطل بعد ذلك ما ترتب عليها، والتلاتة مترتبة على العشرة الباطلة فتكون باطلة فيثبت 10. وقيل لا 7، زي ما بعض المتسرعين قال 7. يا لا استنى يا ولد، اصبر على نفسك. طب والسبعة جت منين؟ قال ما هو له علي 10 إلا 10 بطلت بذاته فحذفت فقط، وبقيت إلا 3 مستثنى من العشرة الأولى، يبقى تديني كام؟ تديني 7، 7 في الخير، يبقى 3 و10 و7. فاهمين؟ سهلة والله، مش عايز أقول الكلام ده. وقيل انتبه، وقيل يبقى هنا تضعيف كما كتبت على حاشية كتابي، فيصح، لا لسه، فيصح على أرجح الأوجه، ويلزمه 3. طيب ويلزمه ايه؟ 3. فكأنه قال له علي 10 تلزمني، إلا 10 لا تلزمني، إلا 3 تلزمني، 10 لا له علي 10 تلزمني، إلا 10 لا تلزمني. يبقى حصل ايه؟ حصل ان العشرة هذه لازمة لي غير لازمة لي، يبقى تناقض، واذا تناقض يبقى باطل، وبقي مولانا 3 لانها لم تتناقض. حلوة. وقيل يلزمه 7، ده الكلام اللي انا بقوله لكم اهو، لأن الاستثناء الأول لم يصح فيسقط، ويبقى كأنه قال العشرة الثانية أخرج منها الثلاثة يبقوا 7. جميل. وقيل 10، لأن العشرة الثانية هي التي أبطلت فخرجت، وخرج من بنى عليها وهو 3. بارك الله فيكم، بس خلصت الوصفة حلوة. وقيل لا يصح استثناء الأكثر. الأكثر منين؟ يعني إخراج الأكثر من المبقى. يعني أنا عندي مثلا له علي 10 إلا 6، إذا أخرجنا 6 من العشرة كم بقي لنا؟ 4. أيهما أكبر، الأربع أم 6؟ 6. يبقى لا يصح استثناء 6 من العشرة، لأن 6 أكبر من 4 المبقية. وبعضهم بيريح نفسه يقول لك إيه، الأكثر من النصف، يقول لك كده تفسيرها، ولا يصح استثناء الأكثر من النصف أو الأكثر من المبقي مطلقا، مطلقا يعني عما يأتي من قيود، يعني مطلقا عما يأتي من قيود، سواء كان العدد صحيح أو سواء كان العدد عقد صحيح أو عقد غير صحيح، المطلقا لا يصح استثناء الأكثر من النصف مطلقا. وهذا مذهب أبي حنيفة كما في الحاشية، ومالك والشافعي
وأكثر الفقهاء، لا ده حاجة تانية، ده مذهب الحنابلة. وأما مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء صحة استثناء الأكثر، وهو اختيار الخلال من الحنابلة. ومذهب أحمد بن حنبل وأصحابه، ومذهب أحمد بن حنبل وأصحابه عدم صحة استثناء الأكثر من عدد مسمى، وهو مذهب أبو يوسف وابن الماجشون، وذكر ابن هبيرة أنه قول أهل اللغة. كلام بقى طويل في هذا لأن المسألة مسألة لغوية أيضا. طيب، وقيل، خلي بالك أن القيل ده متعلق بالمسألة اللي قبله على طول، بالقول اللي قبله. وقيل لا يجوز، يعني لا يصح الاستثناء من الأكثر إن كان العدد صريحا. انتبه، يبقى هنا وقيل عايدة لإيه؟ عايدة إلى ما سبق، اللي هو عايد لفين؟ أو بيقول لك وقيل لا يصح استثناء الأكثر مطلقا، وقيل لا يصح استثناء الأكثر إذا كان العدد صريحا، أما إذا لم يكن العدد صريحا فإنه يصح. العدد الصريح زي له علي 10 إلا 6، ده عدد صريح يبقى لا يصح فيه استثناء الأكثر. طب له علي 100 درهم إلا هذه الدراهم التي في العلبة، وكان في العلبة 60 درهم، قالوا يصح، لأن المستثنى ليس عددا صريحا، يعني دل على عدد صريح، لكن لما أقول له علي 100 درهم إلا 60 درهما يبقى عدد صريح، فلا يصح إخراج الأكثر من النصف. لكن إذا قلت إلا ما في هذه العلبة وطلعت العلبة 60، قالوا يصح. فهمنا؟ جميل، وانتم أجمل. وقيل إن كان العدد صريحا، يعني يعني فلا يصح استثناء الأكثر، قيدوها كده عشان وانتم بتذاكروا تبقى واضحة معاكم. وقيل لا يصح إن كان العدد صريحا، يعني لا يصح إخراج الأكثر إن كان العدد صريحا. وقيل لا يصح استثناء المساوي، استثناء المساوي، مساوي إيه؟ يعني استثناء النصف، أن يكون المخرج مساويا للمبقى، له علي 10 إلا 5، فالمخرج ساوى المخرج منه في العدد، فقيل هذا أيضا لا يصح. وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح، يعني له علي 100 إلا 10 لا يصح هذا الاستثناء، لأن 10 عقد، 20 عقد، 30 عقد، 40 عقد، 50 عقد، 60 عقد، 70 عقد، 80 عقد، 90 عقد. فإن استثنينا من العدد عقد صحيح فلا يصح هذا الاستثناء،
وعلى هذا فلا يصح أن يقول له علي 100 إلا 10 أو إلا 20 أو إلا 30 أو إلا 40 أو إلا 50 أو إلا 60 أو إلا 70 أو إلا 90 أو إلا 100. إلا 100 ينفع، بس مش من ده، ده من الاستغراق. لما أوصل عند 100 تقول لي لا قف يا مولان، احنا هنا بنتكلمش في مسألة الاستغراق، مسألة الاستغراق خلصت، احنا بنتكلم على الاستثناء من عقد. استثناء العقد الصحيح من الجملة المستثنى منه. وقيل لا يصح من العدد عقد صحيح. أما لو قال له علي 10 إلا 9 عند هذا القائل يصح، إلا 8 يصح، لا له علي 100 إلا 9 إلا 7 إلا 8 ماشي، إلا 15 16 17 ماشي، 19 ماشي، 20 مش ماشي، 21 22 23 24 25 26 27 ما ينفعش. ينفع كده، بس لما نيجي نقول 30 ما ينفعش. طب 31 ينفع لغاية 39. طب 40 لا يصح أن يستثنى عقد صحيح. طب من 51 لـ59 صحيح. طب 60 ليس صحيح. طب من 61 لـ69 صحيح. طب 70 غير صحيح. طب من 71 لـ79 صحيح. طب 80. طب من 81 لـ89 استثناء صحيح. طب 90 ليس صحيح. طب من 91 لـ99 صحيح. طب 100 من 100 لا ده مستغرق. حلو الدرس سهل. وقيل لا يستثنى منه مطلقا، يعني لا يستثنى من العدد مطلقا، لا عدد ولا غير عدد، لا يستثنى من العدد مطلقا. ليه؟ قالوا لأن العدد نص، والنص لا يخرج منه شيء. لما تقول له علي 3، الثلاثة نص في هذا المعدود في ده. لما تيجي تقول إلا 1 يبقى أنت أطلقت الثلاثة على الاثنين، وإطلاق الثلاثة على الاثنين لا يجوز. نقول تاني؟ حلو. ما بيقول لك ايه؟ ولا يستثنى من العدد مطلقا. ليه؟ قالوا لان العدد نص، نص في المعدود. لما تقول 3 لا تحتمل 4 ولا تحتمل 2، انما هي مجزوم ومقطوع بها في معدودها. 3 اكواب، ادي كوب وكوب وكوب، لا تحتمل غير هذه الثلاثة. فلما تقول له عندي 3 أكواب إلا كوب، يبقى معناه له كوبين، يبقى أنت أطلقت الثلاثة وأردت بها الكوبين، صح؟ يبقى وإطلاق الثلاثة على الاثنين لا تجوز. ومن شرطه، أيوة من شرط الاستثناء، من شرطه، من هنا تبعيضية، يعني ومن بعض شروط الاستثناء. وشرط ده مفرد مضاف، والمفرد المضاف يا مشايخ يا عم، يعني ومن شروط الاستثناء، كأنه أراد أن يقول هذا، ومن شروط الاستثناء. والمراد بالاستثناء هنا الصيغة التي تدل على الاستثناء، الصيغة التي تدل على الإخراج، أن يكون متصلا، يعني أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عاديا،
يعني بحيث يطلق عليه في العادة أنه متصل، فإذا انقطع انقطاعا يحكم العرف بعدم يعني خروجه عن الاتصال كان متصلا. قال اتصالا عاديا حتى يعني عايز يقول فيغتفر، وكان ينبغي أن يأتي بالفاء أحسن من حتى، ده وجهة نظري كده يعني، بس لعلها عبارة المحلي. لحظة واحدة نشوف عبارة المحلي. ويجوز بشرط أن ينوي في الكلام. طيب ويجوز، وقيل يجوز انفصاله. ويجب اتصاله أي الاستثناء بمعنى الدل عليه عادة، فلا يضر انفصاله. لا ده المحل، لا هي المحل تمام، لأنه عبر بالفاء التفريعية أي فيتفرع على هذا كذا وكذا وكذا. حتى يعني كان ينبغي أن يعبر بتعبير المحل أفضل وأحسن، ومن هنا تعلم أن المحل ده يعبر على مستوى الحرف. ما قالش حتى، قال فا فا، قال لك تعالى بقى يلا فرع لك عليها. قال فيغتفر، أنا أشرحها على أنها يغتفر، فيغتفر الفصل بالتنفس. ليه؟ لأن عرفا فصل يسير، والفصل اليسير لا يضر في اتصال المستثنى بالمستثنى منه، ولأنها فصل ضرورية. أو السعال، السعال اللي هو الكحة، كان قال لها مثلا أنت طالق ثلاثا، وعند ثلاثة النوى إن هو يستثني، وأخذته كحة إلا ثنتين لا شيء عليه، لأنه مغتفر في هذا، ولأنه يعني لا يعد طويلا عرفا. ولا بد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه، تكلمنا في هذه المسألة منذ قليل، وقيل من أوله يعني من أول كلامه بالاستثناء، يعني عند بداية المستثنى منه لابد أن يكون ناويا. المذهب الراجح بيقول أهم شيء ألا ينتهي من المستثنى منه حتى يكون ناويا. وحكي، وهناك مذاهب في هذه المسألة، وهي مذاهب كما يعني سأذكر الإمام الرملي أنها ضعيفة. أولها عن ابن عباس قال وحكي خلاف ما ذكره المصنف عن ابن عباس في جامع الجوامع، يقول وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجوز انفصاله. الضمير عائد لإيه؟ للمستثنى، إلى شهر. شهر يعني إيه؟ يعني شهر هجري، وهذا فيما إذا نطق بالاستثناء مع أول طلوع هلال هذا الشهر، فيكون آخر وقت لي هو نهاية الشهر، حتى ولو كان الشهر جه 29 يوم، لكن لو في وسط الشهر أو في أول الشهر لكنه انكسر بعضه هيكمل المنكسر، يعد 30 يوم. وقيل سنة، سنة هلالية أيضا، يعني له أن يذكر وأن يستثني في خلال هذه السنة. وقيل أبدا، وقيل ممكن أبدا يعني
له أن يقول لزوجته في أول حياته أنت طالق ثلاثا، وقبل أن يموت يقول لها إلا واحدة؟ لا ده أنت كده بقى يعني، طب ما المرأة ما ممكن بعد ما لها أنت طالق ثلاثا تروح وتتجوز وتجيب عيال وبعد كده تقول لها إلا ثنتين؟ يا سلام، لا صعب ده كده. وبرضك في القضاء يروح يقول إيه؟ له علي 100,000 رنجت، وقبل ما يموت بلحظة يقول إلا 999 رنجت. ده لن تستقر أنكحة، ولن تستقر أقارير، ولن يستقر شيء. ولذلك العلماء رفضوا هذا، ولأن سيدنا رسول الله لو كان هذا يعني مقبول لأرشدنا إليه، لأنه قال من حلف على يمين، ما قالش بقى فليستثني، وإنما قال فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولو كان الاستثناء صحيحا وواقعا لأرشدنا إليه سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض العلماء، وهذا ما يعني يقويه القلب، أنه قال هذا لم يثبت عن ابن عباس، لأنه مذهب شنيع لا يليق بقامة ولا قيمة ولا مقدار ابن عباس العلمي، كيف وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفقهه ربنا في الدين وأن يعلمه التأويل. لا لا، هذا لا يصدر من علم وقيمة فقهية مع فقيه مثل ابن عباس. ولذلك الإمام الرملي يقول وحكي خلاف ما ذكره المصنف عن ابن عباس ولم يثبته الأكثرون. الإمام المحلي ما حررش الجزئية دي، ولذلك حكاها ولكنه لم يعقب عليها، إنما حكاها وعن ابن عباس كذا وكذا وكذا. لكن الإمام الرملي أهو قال لك إيه؟ قال لك ولم يثبته الأكثرون، وشكك في ثبوته ابن جرير الطبري والحافظ أبو موسى وإمام الحرمين والغزالي، وهؤلاء جماعة علمية ومؤسسة دينية كبرى، قالوا لا الكلام ده ما ثبتش عن ابن عباس. طيب بل أولوه. قال طب وعلى تقدير، وعلى تقديري ثبوته هو مؤول بما يتفق مع قيمة وقامة ومنهج وعلم ابن عباس، فقيل عنه يجوز إلى شهر هلالي وإلى سنة هلالية وإلى أبدا إلى آخره. وحكي عن سعيد بن جبير جواز تأخيره إلى 4 أشهر، يعني يجوز تأخير المستثنى عن المستثنى منه لمدة 4 أشهر هلالية. وعن عطاء والحسن ما لم يقم من المجلس، يعني يجوز انفصاله ما لم يقم من المجلس، قعد هو ومراته، قال لها أنت طارق ثلاثا، وقبل ما ينزل لعمله قال لها إلا واحدة إلا ثنتين. عند عطاء والحسن هذا مقبول. وعن مجاهد يجوز إلى 2 سنين، يعني يجوز انفصاله إلى 2 سنين هلاليتين يعني. نعم. وقيل يجوز انفصاله ما لم يأخذ، يعني ما لم يشرع في كلام آخر، فإذا قال لها أنت طارق ثلاثا وجلس 10 ساعات ساكت ما اتكلمش، يجوز أن يقول إلا 2. الإمام المحلي نقل وسكت، لكن في كلامه إشارة إلى التضعيف. لكن قال الإمام الرملي وهذه مذاهب شاذة،
وليست ضعيفة. الضعيفة يعني لها توجيه ما، ولكن دي شاذة، خرقت القواعد وخرجت عن إجماع الأمة لكونها مخالفة، ويعني وجه شذوذها كونها مخالفة لاتفاق أهل اللغة على اشتراط الاتصال. أهل اللغة يقولون شرط الاستثناء أن يكون متصلا، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين ولم يرشدنا إلى جواز الاستثناء. ولأنه لو صح لبطل الطلاق، يبقى مفيش واحدة هتتطلق أبدا في حياتها إلا أن جوزها يقول لها أنت طلق ثلاثا وتقتله، عشان يبقى كده ضمنت ان هي اتطلقت عشان ما يستثنيش. ولا ما استقر الإقرار ولا العتق، ولا أدى إلى أنه لا يعلم من الصادق من من الكاذب. ما أنت بتخبرني بخبر ممكن بعد ذلك تستثني منه ويكون خبر صدق. وعلى كل حال فهذه مذاهب لا يجوز الاعتماد عليها، وإنما ذكرناها من أجل أمانة العلم. أمانة العلم تحتم علينا أن نذكر هذا في كتبنا، ولذلك بعضهم يعترض: لما تضعون هذه المذاهب الشاذة والضعيفة في كتبكم؟ نقول لهم: لأن أمانة العلم قاضية بأننا نذكر هذه الآراء. ثانيا حتى ننبه على ضعفها. ثالثا حتى نفهم المناهج العلمية التي وراء هذه الأقوال وهذه المذاهب. قال: والاستثناء من النفي إثبات. فإذا قلنا مثلا: قام القوم إلا زيدا، هذا إيه؟ استثناء من الإثبات، من النفي. لا، ده استثناء من الإثبات. الاستثناء من النفي إثبات. ما قام، نعدل المثال ونقول إيه؟ ما قام، فهذا استثناء من النفي فيكون إثباتا. يعني إيه؟ يعني الجملة الأولى وهي جملة المستثنى منه منفية، فاستثنينا منها، يكون المستثنى مثبت وليس منفي. فإذا قلنا: ما قام القوم، حكمنا على القوم بعدم القيام وهو نفي، واستثنينا زيدا من القوم المنفي عنهم القيام، فيكون الحكم لزيد أنه قائم. لماذا؟ لأن الاستثناء من النفي إثبات. ما قام القوم إلا زيدا، يعني لم يقم واحد من القوم، ثم أخرجنا زيد من هؤلاء فيكون زيد قائم، والقوم ليسوا بقائمين. قال: والاستثناء يعني الإخراج بإلا أو أخواتها من النفي. النفي هنا مصدر بمعنى المنفي، لأننا أخرجنا من النفي، لا نحن أخرجنا من المنفي، لأن النفي اللي هو صاحب الأداة والمنفي التي تسلطت الأداة عليه، فالنفي هنا المراد به المنفي، أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول على سبيل المجاز، كما أطلق لفظ وأراد ملفوظ. هذا خلق الله، أي هذا مخلوق الله، فقد أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول. يبقى الاستثناء من النفي احنا أخرجنا منين؟ أخرجنا من المنفي اللي هو القوم، مش القوم هم المنفيين،
مش من النفي اللي هو الأداة. أيوة كده، إيه ده كلام حلو ده، دقيق، هذا كلام دقيق. والاستثناء من النفي، يبقى النفي ده المراد بيه يا مشايخ المنفي، اللي هو ما قام القوم إلا زيدا، فقد استثنينا من القوم المنفي عنهم القيام، فيكون ذلك على سبيل الإثبات، نفينا عن القوم القيام وأثبتنا للمستثنى وهو زيد القيام. فعندنا معاشر الجمهور الاستثناء من النفي أي المنفي إثبات، ومن الإثبات نفي، ما قام القوم أثبتنا القيام للقوم، يبقى المنفي هو في المستثنى منه مثبت. ومن الإثبات الله، طب ومن الإثبات اللي هو بقى الايه المثبت، يبقى الإثبات هنا مصدر أريد به ايه، أريد به اسم المفعول اللي هو المثبت. يا سلام، ايوه كده، اصحوا معايا. طب والكلام ده، طب ما هو في الاخر المعنى صحيح. ايوه المعنى صحيح، بس انا عايزك توصل له وتبقى فاهم دقائق الاشياء. تقول كده: الاثبات مصدر اثبت يثبت اثباتا، اريد به اسمه المفعول وهو المثبت، وتعلقها كده على كتابك لأن هذه الدقائق مهمة جدا. قال: ومن الإثبات، يعني ومن المثبت اللي هو المستثنى منه، نفي، فإذا قلنا قام القوم إلا زيد، يعني حكمنا على القوم بالقيام وزيد ليس بقائم، حكمنا عليه بعدم القيام. عند الشافعي رضي الله عن الشافعي إمام الأئمة وحبر هذه الأمة وأعلم من جاء فيها بالشريعة كما يقول إمام الحرمين، عند الشافعي والجمهور، أي وجمهور الأصوليين، خلافا لأبي حنيفة، وما ذهب إليه الجمهور والشافعي هو ما ذهب إليه النحاة من البصرة وسيبويه، يعني الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، ده كلام مين؟ ده كلام النحاة أيضا، ولكن نحاة البصرة ومعهم سيبويه. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الاستثناء من النفي ليس إثبات ومن الإثبات ليس نفي، قال أبو حنيفة: لا يدل، يعني لا يدل على نفي ولا إثبات، بمعنى قام القوم إلا زيدا، هذا فيه حكم واحد وهو أننا حكمنا على القوم بأنهم قاموا عدا زيد، وأما زيد فمسكوت عنه، لا نحكم عليه لا بنفي ولا بإثبات. فأبو حنيفة يقول: المستثنى مسكوت عنه، ليس له حكم، لم يتوجه له حكم، ما قام القوم إلا زيدا، الصح أن القيام منفي عن القوم عدا زيد، وأما زيد هل هو قائم أو غير قائم مسكوت عنه. يا سلام، ده أنت أبو حنيفة، ده أنت إمام الأئمة أيضا، ما كلهم أئمة كبار وعظماء وانتفعنا بعلومهم. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خلافا لأبي حنيفة، وأبو حنيفة موافق لما قال لنحاة الكوفة، ده مسألة خلاف نحوي ما بين النحاة، البصرة قالوا بشيء والكوفة قالوا بشيء آخر، أبو حنيفة لأنه كوفي تابع نحاة الكوفة، والشافعي والجمهور تابعوا نحاة البصرة. يا سلام، ايه ده، هم كده العلماء
مناهجهم بهذه الطريقة من الجودة والرقي والارتفاع. وأما سيدنا أبو حنيفة فبيقول يا مشايخ، بيقول لك ده المستثنى مسكوت عنه، لم يحكم عليه لا بسلب ولا بإيجاب. طيب، قال ويجوز تقديم الاستثناء. الاستثناء هنا أطلقه وأراد به المستثنى من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن الاستثناء يطلق على العملية المكونة من مستثنى ومستثنى منه وأداة، فأطلق الكل الذي يطلق على هذه الثلاثة مراحل، مستثنى مستثنى منه استثناء اللي هي الأداة، وأراد به المستثنى. ولذلك في بعض النسخ كما يقول الشيخ الرملي، وفي نسخة المستثنى. فهذه النسخة تفسر المراد بهذه النسخة. قال ويجوز، أي ويصح في الكلام ويكون كلاما عربيا مرضيا وأسلوبا موافقا لأدوات وأساليب العرب، أن يقدم المستثنى على المستثنى منه في الكلام، ولكن سيبقى طبيعة جملة الاستثناء كما هي في عقل المتكلم، أن الاستثناء مكون تكوينا يعني عربيا من ثلاثة أشياء، مستثنى منه فأداة فمستثنى، حتى وإن تقدم المستثنى لكنه متأخر في الرتبة، كما يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، ولكن رتبة الخبر التأخير ورتبة المبتدأ التقدم، فإن تقدم لفظا إلا أنه في الرتبة متأخر. واستدل العلماء على هذا ببيت للكميت، قال ومالي إلا آل أحمد شيعة، ده كمان وفي يعني عجز البيت، ده صدر البيت، وأما العجز ومالي إلا مذهب الحق مذهب، فأتى في هذا البيت بتقديم المستثنى على المستثنى منه، ومالي إلا آل أحمد، آل أحمد دي اللي هي إيه؟ المستثنى، وشيعة مستثنى منه، وشيعة الرجل يعني قومه مش الشيعة اللي هم مقابل السنة، الشيعة يعني قوم، يعني ومالي قوم وجماعة من الناس، ومالي شيعة إلا آل أحمد. طيب، قال ومالي إلا آل أحمد شيعة، فقدم آل أحمد اللي هي المستثنى على المستثنى منه وهو شيعة. وصدر بيت، هذا صدر بيت من قصيدة طويلة على بحر البسيط يمدح بها بني هاشم وعجز البيت، ومالي إلا مذهب الحق مذهب، أهو مذهب دي إيه؟ ده مستثنى منه، ومذهب الحق مستثنى، ومالي مذهب، سواء كان بقى مذهب باطل أو مذهب حق، إلا مذهب الحق، يبقى استثناء أهو. طيب، انتهينا من هذا، نتكلم بعد ذلك على اللي هو الاستثناء المنقطع. طيب، إيه بقى فكرة الاستثناء المنقطع هذه؟ سنتكلم عليها بتفصيلها الآن. قال ويجوز الاستثناء، أي ويصح الاستثناء من الجنس. الاستثناء من الجنس يعني إيه؟ يعني أن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه. يعني جزءا، بلاش نقول جزء لأنه هو يفهم بمعنى آخر، هو أن يكون
المستثنى منه متناولا للمستثنى لولا الاستثناء. تقول كده، نقولها تاني، ولذلك هنا بيقول لك اهو المحلي يقول لك بأن يكون المستثنى بعض من المستثنى منه، ومفهوم أن يكون المستثنى متناولا بلفظه أن يكون المستثنى منه متناولا بلفظه للمستثنى لولا وجود الاستثناء. فإذا قال قام القوم إلا زيدا، لولا الاستثناء لدخل زيد في القوم، لأن لفظ القوم يتناول زيد. قال الناس إلا فلان ابن فلان، طب ما هو فلان ابن فلان أصلا من الناس، يبقى ده إيه؟ يبقى ده متصل. متصل يعني إيه؟ يعني أن المستثنى منه يتناول المستثنى لولا ورود الاستثناء. طب وغير المتصل اللي هو المنقطع؟ قالوا أن يكون المستثنى منه ليس متناولا للمستثنى. الناس والحمار، هو الناس لفظ الناس بيتناول الحمار، ما بيتناولوش أصلا ولا فصلا. قال ويجوز الاستثناء من الجنس كما مر ومن غيره، أي ومن غير الجنس، نحو قولي نحو جاء القوم إلا الحمير. جاء القوم إلا الحمير، يا أخوانا هو القوم بلفظه يتناول الحمير، يبقى إخراج الحمير من القوم يبقى إيه؟ استثناء منقطع، لأني ليس المستثنى بعض من المستثنى منه كما يقول العلامة المحلي. وشرط ابن مالك في وده بيسمى ايه؟ استثناء منقطع. وشرط ابن مالك في الاستثناء المنقطع انه لابد من دخوله تقديرا لا حقيقة في المستثنى منه في التوابع، يعني كقولك قام القوم، جاء القوم إلا الحمير. ما هو لما أقول جاء القوم أنا هفهم إن القوم جاءوا لفظا، وهفهم تبعا إن جاءوا معه يعني دوابهم، فعندما أقول إلا دوابهم يبقى أنا قدرت إخراج الدواب من التوابع، ولذلك ما ينفعش أقول جاء القوم إلا الثعابين وأريد بالثعابين الثعبان الحقيقي، لأنه ليس تابعا في المجيء للقوم. ولذلك شرط في الاستثناء المنقطع أن يكون تابعا للمستثنى منه. جاء القوم إلا التماسيح، لا ده كلام مفهوم ما ينفعش. لماذا؟ لأن التمساح ليس تابعا للقوم. أما جاء القوم إلا الحمير، يعني جاءوا منفردين ولم يأتي معهم الحمير، لأن الحمار تابع للإنسان لأنه وسيلة من الوسائل التي يعتمد عليها الإنسان في مسيره. أقول مثلا جاء القوم إلا سياراتهم، صح، لأنه دايما بيجوا مع السيارة. ولذلك قال ابن مالك لابد من تقدير الدخول في الأول، كقولك جاء القوم إلا حمارا، فإنه لما ذكر القوم تبادر إلى الذهن أتباع القوم المألوفة، فذكر فذكر الحمير في الاستثناء لذلك، فهو مستثنى تقديرا، يعني هو مستثنى منه بالتقدير، بس مستثنى منه مش من لفظ المستثنى منه ولكن من تابع المستثنى منه. تقول كده، أقول إيه؟ أقول
في الاستثناء المنفصل لا بد وأن يكون في الاستثناء المنقطع لا بد وأن يكون المستثنى مستثنى من تابع المستثنى منه. لكن في الظاهر هو عندي مستثنى من الأصل مش من التابع، ولذلك سميناه إيه؟ سميناه منقطع. طب هل هو استثناء ولا مش استثناء؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. هنتكلم عنها. لوقوعه قال وهو يجوز ويصح أن يقع في الكلام، وقد وقع في كلام الله سبحانه وتعالى، لوقوعه في كلام الله تعالى في نحو قوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم اللي هم مين؟ الآلهة الباطلة، أعداء لي إلا رب العالمين. يبقى استثنى رب العالمين من ده مش داخل، ده لفظ رب ليس المستثنى منه متناولا للمستثنى، لأن هو بيتكلم على الآلهة الباطلة، والله سبحانه وتعالى إله حق، فلم يدخل في الجملة السابقة حتى يخرج منه، ولكنه يتبادر إلى الذهن من قوله فإنهم، أي هذه الآلهة مطلقا يعني عدو لي، فيتبادر إلى الذهن مجيء التابع المستثنى منه اللي هو دخول أو اتباع هذا اللفظ الجليل وهو لفظ الله للآلهة. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يبقى ده استثناء ايه؟ منقاطع. معناه فإنهم عدو لي، لكن رب العالمين ليس عدوا وإنما هو ولي، والله يتولى الذين آمنوا، والذين آمنوا يتولون الله سبحانه وتعالى، هو وليهم وهم أولياؤه. وقوله وما لهم به دعائد على قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني وما لهم بقتل عيسى من علم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم من علم، يبقى نفى علمهم عن قتل سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام إلا اتباع الظن، لكنهم يتبعون الظن، لأن الظن مش مخرج من العلم، الظن قطع ولا علم ولا احتمال، لا احتمال، الظن فيه احتمال وأما العلم فليس فيه احتمال. وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ولذلك ما ينفعش ان احنا نخرج الظن من العلم. لماذا؟ لأن الظن، لأن العلم لم يتناول الظن حتى نخرج منه الظن. وقوله ولا لا يسمعون فيها لغوا، لغوا يعني الكلام الذي لا ينفع، واللغو في اللغة هو الكلام الساقط، يعني لا يسمعون فيها كلاما ساقطا، فيها يعني في الجنة، إلا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا يعني كلاما ساقطا، كلاما لا نفع فيه ولا فائدة، ولا تأثيما يعني ولا يسمعون فيها كلاما أو شيئا يحصل به الإثم، لأن حركاتهم وسكناتهم جارية على رضا الله سبحانه وتعالى، إلا قيلا سلاما سلاما. طب هو قول سلاما سلاما الذي هو خير والذي هو في أعلى يعني المقامات من أنواع الكلام، يدخل في الكلام الساقط وفي اللغو؟ لا، ولذلك هذا الاستثناء استثناء منقطع، يعني لكن يقول بعضهم لبعض سلاما سلاما ويسمعون سلاما سلاما وإلى آخره. وفي كلام العربي في نحو قوله
وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس. فإلا العافير بيقول لك وبلدة ليس بها أنيس، يعني ليس بها شيء يستأنس به مطلقا. ثم قال بعد ذلك إلا العافير، هو العافير جزء من البلدة ولا العيس جزء من البلدة؟ ولذلك العافير جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية، والعيس بالكسر جمع عيساء وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة. يبقى وبلدة ليس بها أنيس، أنيس من البشر يعني، ثم نستثني البقر ونستثني الإبل من البشر، ده يبقى إيه؟ ده استثناء منقطع. وبلدة دي مجرورة بإيه؟ ولا بلدة ولا بلدة، سوى جريرها، إيه رأيكم؟ جدع يا ولا، يبقى مجرورة بربة، ورب بلدة، صح كده أنت فايد. يبقى بلدة مجرورة بحرف جر محذوف وهو رب، ورب بلدة كقولك وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني ورب أبيض. أحسنت يا ولدي. ولما كان الاستثناء، وانتهينا من هذه المسألة، نشرع بعد ذلك في مسألة أخرى وهي توجيه الاستثناء. ولما كان الاستثناء يوهم التناقض اختلفوا في تقريره على أقوال. يعني ايه الكلام ده يا مشايخ؟ نقعد نقرا بقى شويه كده عشان الكلام ده صعب شويه. هو في توجيه الاستثناء، والاستثناء ايه مشكلته؟ الاستثناء مشكلته انه يوهم التناقض من اول وهله. ليه؟ لانك تثبت شيئا ثم بعد ذلك تنفيه، وما ذاك إلا التناقض، هو أنه يتوارد على شيء واحد إثبات ونفي في حالة واحدة. هقول لكم سبيل المثال إيه؟ جاء القوم، يفهم منه مجيء زيد، يبقى أثبتنا المجيء لزيد في ضمن القوم، ثم بعد ذلك قلنا زيد ليس، يعني زيد لم يثبت له مجيء، نفينا عنه المجيء في خلال الكلام على ذاته وشخصه، فقد أثبتنا مجيئه في ضمن المستثنى منه، ثم نفينا عنه المجيء في ضمن المستثنى، وما ذاك إلا التناقض. التناقض أن يتوارد الإثبات والنفي على محل واحد. ما قام القوم، نفينا قيام كل فرد من أفراد القوم إلا زيدا، أثبتنا له القيام، يبقى نفينا عن زيد القيام في ضمن المستثنى منه، وأثبتنا له القيام في ضمن المستثنى في جملة النفي، وما ذاك إلا التناقض. طب نعمل ايه بقى في التناقض دوت؟ قال والله هنقدر نخرج منه، بس خلي بالك جهة التناقض جت منين؟ توارد النفي والإثبات على شيء واحد من جهة واحدة، ان احنا حكمنا عليه، خلي بالك حكمنا عليه بالمجيء، ثم حكمنا عليه بعدم المجيء، أو حكمنا عليه بعدم المجيء ثم حكمنا عليه بالمجيء، الأولى في جملة الإثبات والثانية في جملة النفي. طب نخرج إزاي؟ اختلفوا، أي اختلف العلماء في توجيه هذا الاستثناء. قالوا إيه بقى؟ على أقوال،
أرجحها، يعني أرجح هذه الأقوال، أنه أريد جميع أفراد المستثنى منه. انتبه، عندما قال قوم، يعني احنا هنضرب مثال بجاء القوم إلا زيدا، اكتبها معاك كده عشان تبقى فاهمة، اكتبها كده في ورقة. هنقول ايه بقى الجملة الأولى؟ قام القوم إلا زيدا، هذه جملة. هنقول ايه بقى؟ خلي بالكم، قام دي ايه؟ ده الإسناد. أول ما وجه قام إلى القوم يبقى أنا أسندت ويبقى أنا حكمت، صح؟ أقولها تاني، لما وجه قام إلى القوم يبقى أنا حكمت وأسندت. أنا بقول هاخد القوم قبل أن أسند إليه القيام، وأقول القوم أريد به جميع الأفراد بما فيهم زيد، صح كده؟ ولم أحكم على القوم في هذه الحالة. ثم بعد ذلك أخرجت زيدا، أنا ما حكمتش، أخرجت إيه؟ أخرجت زيدا من القوم. المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، إني أنا أحكم على القوم بالمجيء، وخلي بالك القوم شلنا منهم إيه؟ شلنا منهم زيد، يبقى زيد أصلا لما ورد الحكم ما وردش على زيد، لأن زيد أصلا كان أخرج قبل توجه الحكم، فلم يحكم عليه لا بمجيء ولا بعدم مجيء من جهة واحدة، وإنما حكم عليه بأنه لم يأتي فقط. أقولها تاني عشان أنا لطيف وأنا ألطف منكم، العيال مش موافقة. طيب نقولها تاني يا مشايخ. أول حاجة بنقول إيه؟ جاء القوم إلا زيدا، وجه لنا الاستثناء، انتوا الاستثناء في ايه؟ الاستثناء في تناول واخراج. اول حاجة، نحن اولا لم نسند، يعني لم نسند جاء الى القوم، وانما اخذنا القوم من غير اسناد، وقلنا القوم هكذا، انتبه، يتناول كل الأفراد بما فيهم زيد. ثم المرحلة الثانية، أخرجنا زيد، قمنا المرحلة الثانية، قمنا بإخراج زيد من القوم. جميل. المرحلة الثالثة، حكمنا على القوم اللي احنا اخرجنا منهم مين؟ زيد، حكمنا عليهم بالمجيء، يبقى جاء القوم صح بس ما فهمش زيد، الا زيدا لم يأتي. يبقى هل بقى عند هذا التقرير ثبت ان زيد جه وان زيد ما جاش؟ لا، في التقرير ده ما ثبتش، لان متى يكون هناك تناقض؟ عند الحكم، ولم يثبت لزيد حكمين، لم يثبت لزيد حكمان، حكم بالمجيء وحكم بعدم المجيء حتى يلزم التناقض. انما ايه اللي حصل؟ ما أثبتناوش إلا حكم واحد وهو عدم المجيء. طب أمال فين الاستثناء؟ ما احنا استثنينا، بس مش واخد بالك إن احنا قبل أن نحكم
أخرجنا زيد من القوم، ثم بعد ذلك أخذنا الفعل وهو جاء ووجهناه إلى القوم بعد إخراج زيد منهم، فأصبح الحكم على كل الأفراد ما عدا زيد، حكم على كل أفراد من القوم بالمجيء إلا زيد. ثم بعد ذلك أثبتنا لزيد عدم المجيء، يبقى لم يحكم على زيد بالمجيء ثم بعدم المجيء من جهة واحدة. أمال فين الإخراج؟ ده الإخراج حصل قبل الإسناد، قبل توجه جاء إلى القوم. خدنا القوم، تعالوا يا قوم، حاضر، اخرج يا زيد، خرج زيد، رحنا واخدين جاء وقلنا جاء القوم اللي ما فهمش زيد إلا زيدا، فأثبتنا المجيء للقوم وأثبتنا لزيد عدم المجيء، بس خلص. واضحة؟ واضحة كده؟ لا انتوا فاهمين، حلو، الحمد لله. أنه أريد جميع أفراد المستثنى منه، ولكن أهو جميع أفراد المستثنى بما فيهم مين؟ القوم، تناول كل أفراد القوم بما فيهم زيد، ثم بعد ذلك أخرجنا زيد، ثم بعد ذلك وجهنا الحكم إلى القوم بعد الإخراج، ولكن لم يحكم بالإسناد إلا بعد إخراج المستثنى من المستثنى منه قبل توجه الحكم. فإذا قلت، انتبه، أنا شرحت لك، أضرب لك مثال تاني. طيب، فإذا قلت له علي عشرات إلا ثلاثة، له علي عشرات، احنا هنقول ايه؟ هنقول له علي، طلع الاتنين دول بره الاول، يعني ما تسندش اليهم، له علي بس. هتقول ايه بقى؟ عشرات، ادي اول حاجة عشر، شملت العشرة ايه؟ الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، شملت كل أفراد العدد بما فيهم الثلاثة، ثم أخرجنا منها الثلاثة، صح كده؟ ثم بعد ذلك وجهنا الإسناد إلى العشرة بعد الإخراج، فقلنا له علي عشرة إلا ثلاثة، فله علي عشرة في الحقيقة سبعة، يبقى العشرة المثبت منها كام؟ سبعة، والمنفي كام؟ ثلاثة، لكن الثلاثة ما دخلوش في العشرة بعد الحكم حتى يكون إخراجهم فيه تناقضا. ده هي اللي حصل، ان احنا قلنا ما توجهش له علي الى عشرة، لكن خرج من العشرة التلاتة، ثم بعد ان تخرج من العشرة التلاتة وجه له علي اليها اللي هو الحكم. يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل انني قلت له علي سبعة في المعنى، الا ثلاثة لم تثبت علي، بس كده. يبقى التلاتة لم تدخل حتى تخرج من الحكم. فالمراد أولا العشرة باعتبار الأفراد قبل الحكم، يعني قبل أن نحكم عليها المراد بها إيه؟ أفراد العشرة، ولكن لا يحكم بإسناد الخبر وهو له إلى المبتدأ وهو عشرة، له عشرة يعني، إلا بعد إخراج الثلاثة. وضحت؟ تمام أوي. فأسند لفظا إلى العشرة، يعني العشرة مسند إلى لفظها، ولكن في الحقيقة معناها هو اللي ثابت، العشرة
باعتبار اللفظ مسند إليها، وباعتبار المعنى مسند إلى السبعة. ليه؟ لأن احنا شيلنا منهم التلاتة فبقوا كام؟ بقوا سبعة. يبقى عندي هنا في الظاهر الإسناد إلى العشرة، ولكن في الحقيقة الإسناد إلى السبعة. قال: وهو عشر، ولكن لا يحكم بإسناد الخبر وهو له إلى المبتدأ وهو سبعة عشرة إلا بعد إخراج الثلاثة، فأسند لفظا إلى العشرة ومعنى إلى السبعة. صح؟ لما تدور كده في العشرة بعد الحكم هتلاقي جواها إيه؟ هتلاقي جواها سبعة بس، فأسند إليها معنى، ولكن لفظها في الظاهر إنه مسند إليه. فكأنه قال له: علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاث. له علي الباقي من العشرة التي أخرج منها ثلاث، يعني له علي سبعة. وليس في ذلك إلا الإثبات. نعم، ما فيش في هذا على هذا التخريج من حيث الحكم إلا الإثبات فقط، لأنه كأنه قال ابتداء له علي سبعة بس. طب والإخراج والإدخال ده كان في التناول وقبل الإسناد، ولا نفي أصلا، يعني ليس فيها لا إثبات ولا نفي، لا حاجة خرجت ولا حاجة دخلت ولا أي حاجة، ده من حيث الحكم. فلا تناقض، لأن التلاتة ما دخلوش جوه العشرة وأثبت يعني عليه، ثم بعد ذلك خرجت الثلاثة في الحكم، يعني لأنه قال له علي عشرة إلا ثلاثة، يعني الثلاثة ما ثبتتش عليه ثم بعد ذلك نفيت عنه، وإنما اللي ثبت عليه إيه؟ بداية اللي ثبت عليه عشرة، يبقى ما فيهاش لا نفي ولا إثبات معا، وإنما فيها إثبات فقط. أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبإذن الله تعالى في يوم الأحد نشرح هذا المذهب ونشرح معه بقية المذاهب الأخرى. ولكن اقرأوا شوية، يعني في هذا المذهب اقرأ شوية عشان تأتي إلي مؤهل إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين.